بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هبدأ بالآية الكريمة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. الحقيقة دور العلاقات الإنسانية بتقوم بدور جوهري ومحوري في وزارة الداخلية، لأن هي ليها نشاط اجتماعي ثقافي رياضي بيتعلق بكافة أعضاء هيئة الشرطة، من السادة الضباط والأفراد والمدنيين والإخوة المجندين، بداية من مراعاة الحالات الإنسانية الخاصة بهم، من ظروفهم الاجتماعية، حالتهم الصحية، النواحي الدينية المتعلقة بيهم. واحد هيسألني يقول لي إيه العلاقات النواحي الدينية دي إيه؟ إحنا عندنا في بعض أوقات السنة بتيجي المولد النبوي الشريف، بنعمل مسابقات للقرآن الكريم، بنشوف الأفراد المميزين الجنود المميزين في حفظ القرآن وخلافه، وكذلك رحلات العمرة والحج اللي بتقوم بيها العلاقات الإنسانية لكافة أعضاء هيئة الشرطة، ومن ضمن الأعضاء إخواتنا وأسر الشهداء اللي استشهدوا في سبيل الواجب. بالنسبة للناحية الاجتماعية بنراعي كل ما يعنه يتعلق بأسرة أعضاء هيئة الشرطة، من ظروف اجتماعية، من ظروف خاصة بأمورهم الحياتية، ما يتعلق بهم بعض الأمور بتستوجب صرف بعض المبالغ المالية الخاصة بعلاجهم وعلاج أسرهم بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية. بالنسبة للرعاية الرياضية بيتم تنظيم لقاءات ودية بين بعض الأسر وبعض الأفراد في مناسبات عدة خلال العام، وبيتم منحهم بعض الجوائز تنمية للمهارات الخاصة لأولاد وأسر أعضاء هيئة الشرطة. سمعنا من السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بأنه قام ببدء أو إنشاء إدارة جديدة تكون راعية لأسر الشهداء وسميت بإدارة الشهيد، فما هو دور إدارة الشهيد داخل إدارة العلاقات، وما هي إدارة الشهيد في البداية؟ احنا قبل ما نقول ايه هو دور إدارة الشهيد، احنا هنقول لماذا أنشأت إدارة الشهيد. احنا عندنا نظرا لكثرة أعداد شهداء الشرطة، يعني على سبيل المثال من منذ 25 يناير 2011 حتى يومنا هذا في 458 شهيد من أعضاء هيئة الشرطة، منهم الضابط، الفرد، الخفير، الموظف المدني، وكذلك المجند. السنة دي فقط من ابتداء من 1/1/2014 حتى الآن، حتى تاريخه خلال فترة وجيزة جدا اللي هي لم تتعدى 3 شهور، في 38 شهيد. النهاردة في إرهاب أسود بيتربص مش بأسرة مش بالشهيد فقط أو بالضابط فقط أو بالفرد فقط أو أعضاء شرطة، ولكن بيتربص بالشعب أجمع. طب إدارة الشهيد، سبب وجود إدارة الشهيد بالرغم أن إدارة العلاقات الإنسانية كانت بتقدم دور هام ومحوري أيضا في رعاية أسر الشهداء، سبب إنشاء إدارة الشهيد هل هو بكثرة عدد الشهداء أم لأسباب أخرى في وزارة الداخلية ممكن تطلعنا وتعرفها لكافة المتواجدين والمواطنين المصريين؟ الحقيقة السيد الوزير محمد إبراهيم تفضل بإنشاء إدارة خاصة بإدارة الشهداء، شهداء الشرطة، وذلك نظرا لقصرة أعداد الشهداء بالإضافة إلى بذل أقصى درجة من العناية والرعاية والتخصص في هذا النوع من الرعاية والعناية لأسر الشهداء. احنا ما بنقولش ان العدد بس بقى كم ضخم وكبير، ولكن رغبة من سيادته في توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات والرعاية لأسر الشهداء.
منذ تاريخ الاستشهاد بالنسبة لعائلهم أيا كان هو مين، ضابط أيا كانت رتبته، فرد، مجند، مدني، الكل يستوي. في نهاية الحوار، وخافة الإطالة على حضرتك، في نهاية الحوار الكلمة اللي ممكن توجهها للمواطنين قبل ما توجه كلمة أخيرة لشهداء الشرطة وأسره؟ الحقيقة أنا بوجه للمواطنين اللي هم إخواتي وأقربائي وأصدقائي وأصحابي، بقول لهم إن الأمن ده بكم ولكم ومنكم.